تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقائكم الرياضي على شاده اف ام، برنامجكم اليومي من الوحدة الثالثة، برنامج البطولة. بطبيعة الحال الموعد ديالنا هو من اثنين حتى الجمعة في نفس التوقيت. سعيد جدا نتلاقاو معكم في حلقة اليوم الجمعة 27 يناير 2023. كيف هي العادة دائما في حلقة الجمعة، الجزء الاول اللي غيمتد بنا حتى الموعد ديال الاذان ديال صلاة الظهر ان شاء الله وموعد صلاة الجمعة، من بعد الجزء الثاني الاستئناف بداية من الساعة الثانية، وتقبل الله صلاة الجميع مسبقا وجمعة مباركة على الجميع. اليوم غادي نرجعوا بطبيعة الحال المباريات ديال آخر دورات مرحلة الذهاب في البطولة الاحترافية، مباريات الدورة 15 واللي جرات منها ثلاثة ديال اللقاءات يوم أمس، ثم مباشرة بعد منها غادي نتكلموا على برنامج مباريات الدورة 16. منذ زمن ما لعبناش دورة 15 مباراة دورة 16، فهذه السنة هذه كانت دورة 15 اللي تلعبت وسط الأسبوع، ثم الدورة 16 أولى دورات مرحلة الإياب اللي غادي تلعب نهاية هذا الأسبوع بداية من يوم الغد. الحديث كذلك على مجموعة من الأخبار الأخرى المتفرقة. الكابتن فخر الدين رشحي محلل شاده فم غادي يكون معنا مباشرة من الديار الكندية بداية من الساعة الثانية، الحديث على مباريات البطولة الاحترافية اللي تجرت البارح والبرنامج ديال المباريات اللي غادي يكون هذا الأسبوع. تحية كل الأصدقاء المستمعين ديالنا وكذلك المتتبعين على قناة شادا اف ام في اليوتيوب. نبدأ بمنافسة كرة اليد. صحيح سالينا الترتيب ديالنا هو المركز 30، المركز 30 يعني مركزين ما قبل الأخير، في انتظار إن شاء الله أنه يتفتح واحد النقاش على مستوى أسرة كرة اليد كلها، من الجامعة إلى الأندية إلى المدربين إلى اللاعبين السابقين إلى غير ذلك، ولكن ما فيها بأس أننا نبقاو متبعين مجريات ديال هاد بطولة العالم المقامة ببولونيا والسويد. فاليوم كاين مباراتين نصف النهائي، نصف النهائي إسبانيا وفرنسا أو إسبانيا والدنمارك على الساعة السادسة، ومع تسعود كاين فرنسا مع السويد. يعني إسبانيا والجارة ديالها فرنسا ثم الدنمارك والسويد، هنا كتبان المدارس الكبرى والعالمية ديال كرة اليد. بالمقابل كاين جوج ديال المباريات الترتيبية ديال الفرق اللي انهزمت في دور الربع، مع 3.5 ممثل كرة اليد الإفريقية مصر غادي يلعب مع ألمانيا، وهي المباريات لتحديد المراكز من 5 حتى 8، ومباراة أخرى دي كذلك ديال تحديد المراكز من 5 لـ8 غتجمع مع 6 بين النرويج وهنغاريا. الفائز في لقاء ألمانيا مصر غادي يلعب مع الفائز في لقاء النرويج والمجر لتحديد صاحبي المركز 5 و6، والمنهزمين في الماتش ديال اليوم غادي يلعبوا لتحديد صاحبي المركز 7 و8. وعلى هذا الأساس فاش كتسالي بطولة العالم لكرة اليد كتلقى الترتيب ديال المنتخبات كلها من 1 حتى 32. بطبيعة الحال دائما وكنقولوا ونحن دائما هنا راهن الإشارة للنقاش، راهن الإشارة لإبداء الرأي، ولكن خاصة المعنيين بالأمر يتجاوبوا مع هذا النقاش ويتجاوبوا مع الرأي والرأي الآخر. لا حاجة لنا بالرأي الواحد، ملي كتكون مجموعة من الآراء أرى الجميع كل شيء يسير في اتجاه الدفع بهذا الرياضة أو برياضات كلها نحو النتيجة الإيجابية، وهذا الشيء اللي كيبغاوه المغاربة كاملين وهذا الشيء اللي بغاوه الممارسين كاملين. فحتى شي واحد ما كيجيب هذاك الرأي المخالف لمثلا لنقد هدام، لتصفية حسابات مع أشخاص، لتبخيص مجهودات أو تبخيص عمل إلا الدار هذا التبخيص وهذا العمل. فتحية لكل متدخلين، تحية للناس اللي تواصلوا معنا ومستعدين لهم يبدأوا الرأي. وطبعا الحال احنا غنواصلوا الأسبوع المقبل كذلك الحديث في مختلف المواضيع اللي كتهم رياضة كرة اليد. تحية للأصدقاء. طبعا الحال سي جعفر غرس الله، انت اخويا سبقتيني لانه كنت بغيت نمشي نتكلم على مباراة السوبر السعودي. قال لي كيف جاك الريتم ديال النصر والاتحاد، ودي قبل الحديث على الريتم نهضروا بعدا على الكونتوني ديال الماتش. فوز فريق اتحاد جدة على النصر في السوبر السعودي 3-1. عبد الرزاق حمد الله مرة أخرى كان جيد في المباراة ديال البارح، عطى أسيست وسجل الهدف الأول في مواجهة النصر السعودي مع كريستيانو رونالدو. بالنسبة لما نهضر على الريتم نهضر بعدا على الجانب، نهضر بعدا على الصورة، نهضر على الجانب التسويقي، نهضر على
كيف يسوق الآن السعوديون المنتوج ديالهم. لاحظتوا هذه الأيام الأخيرة كلها والأحداث التي تعاقبت في ذاك ملعب الملك فهد في الملاعب السعودية، لاحظتوا بأنه الناس كيفاش كيحاولوا يروجوا واحد الصورة للمملكة العربية السعودية وكرة القدم في العربية السعودية. يمكن جاية هي من كأس العالم وذاك الفوز على الأرجنتين بميسي ديالها والأرجنتين اللي هو بطل العالم، جاءوا الناس عاوتاني مستمرين بتنظيم سوبر الإسباني في ثلاثة ديال المباريات، دومي فينال وفينال، ثم سوبر الإيطالي بين لانتر ولاسي، ثم المباراة الاستعراضية ديال تلافي الهلال والنصر مع البي اس جي، ثم الآن سوبر سعودي. الناس غاديين خدامين في واحد التصور بعيد المدى ويهدف للصعود بالعربية السعودية والملاعب ديالها والرياضة ديالها إلى العالمية. مزيان الناس اللي كتخطط، الناس اللي كتشوف بعيد، عندها واحد لوبجيكتيف راسمه من هنا لسنوات وسنوات، ماشي عيب انه ضربت سنوات من العمل وفي الاخر النتيجه الرياضيه تخونك. راه يمكن السعوديه بهذه المجهودات كلها على مستوى التسويق وعلى مستوى الرفع من المردود مثلا ديال الدوري السعودي والانديه السعوديه، ماشي بعيد انه ملي تجي تشوف بعد 10 20 30 سنه المنتخب السعودي ما حققش نتائج لان الماده الخام ما كايناش كيف وقع القطر في كاس العالم. ماشي عيب، ولكن غادي تبقى محصور غير ان النتيجه الرياضيه ما مشاتش. اما الشيء الاخر راك خدمتي عليه. العيب، كل العيب هو ان تستغل نتيجه رياضيه لتسويق الوهم ولبناء احلام ولبناء قصور من الرمال. والقصور من الرمال راه فاش كنا صغار واحد المجاز اللي الدراري كيعرفوه، فاش كنا كنمشيو للبحر كنبداو نبنيو بالرمله وكتبدا تزوق، ولكن في الاخر كتجي واحد الموجه وكتريب هذاك الشيء كامل. القصور من الرمال هي بعض الاشياء اللي كنبنيوها حنا في الرياضه ديالنا وفي كره القدم على وجه الخصوص على الخوة، بمعنى ما عندناش ذاك البناء الصحيح على اساسات صحيحه باش حتى الا كانت النتيجه الرياضيه ماشي ذاك الشيء اللي بغينا، على الاقل راك رابح بناء تقدر دير به عاوتاني نتيجه رياضيه اخرى او محاوله لتحقيق نتيجه رياضيه. العكس مع كامل الاسف هو اللي عندنا، نستغل نتيجه رياضيه لتسويق الوهم وللضرب بقوه على ذاك الطبل الذي ياكل ما لا ياكله يوم العيد، وكنبقاو غاديين وكنبداو نبنيو مجموعه من الاشياء ومجموعه من الاحلام. في نهايه المطاف الصدمه كتكون قويه جدا. علاش؟ حيت كيف كتكون طلعه سريعه وفوق السحاب، كيف كنقولوا بالدارجه الخبطه، كتكون مؤلمه ومؤلمه جدا. خاصنا نبنيو على اساسات، بني ما فيها باس، استهلك الوقت، المهم انك كتبني من التحت، ثم كتجي من الفوق. النتيجه الرياضيه مرتبطه بحظ، فيها فوز، فيها تعادل، فيها خساره، فيها تاهل، فيها اقصاء، فيها بزاف ديال الحوايج. انما ذاك البنيان ما مرتبطش بحظ، مرتبط بعمل ومرتبط بتخطيط ومرتبط بالمعقول ومرتبط بحسن النيه. انا اسمح لي وليد الركراكي ناخذ عدو ديك الكلمه ديال النيه، انا غنقول هنا حسن النيه. راه كاين اللي عنده النيه ولكن غير حسنه، نيه سيئه. اما ديك النيه اللي كيقصد وليد الركراكي واللي مشاو الكثير، النيه مثلا هي السذاجه ولا النيه لا، النيه هي صفاء، هي صفاء القلب، هي المعقول، هي انك كتكون عندك واحد لوبجيكتيف اللي نقي اللي زوين انت بغيتي تهز لقدام. ما كيهموكش انت الاشخاص، لا تنتقد الاشخاص لانهم عينك في الاشخاص، لا تنتقد الصفات ديالهم، تنتقد مثلا رئيس فريق، رئيس جامعه، تنتقد مدرب، تنتقد لاعب على هذاك الشيء اللي كيدير، ماشي على الصفه ديالو هو ولا على شخصيته هو. فالحديث حديث النصر والاتحاد. فوز الاتحاد ب3-1 على النصر، اول القاب عبد الرزاق حمد الله في هذا الموسم، تسجيل هدف حمد الله، ربما في طور محو هذيك شويه ديال الصوره اللي خذلت مجموعه من الجماهير بخصوص المستوى ديالو اللي قدم في كاس العالم، واللي ربما ما كانش عنده دن فيه. الشكل باش كان كيلعب فريق الوطن المغربي لم يكن مناسبا لحمد الله، او ان حمد الله ما كانش مناسب للفريق الوطني المغربي اللي كان في المونديال. ناخذ واحد الفاصل مستمعينا الكرام، من بعد غادي نمشيو نتكلموا على المنتخب الوطني المغربي لاقل من 17 سنه واللي يستعد وقريبا سيتعرف على الخصوم ديالو في كاس افريقيا 2023 لاقل من 17 سنه. انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شاد اف ام، تحيه لكل الاصدقاء وكل المتتبعين. كاس افريقيا لاقل من 17 سنه اللي غادي تقام بالجزائر، فموعد اجراء القرعه
ديال هذه المنافسة غادي يكون هو فاتح فبراير، بمعنى يوم الأربعاء المقبل الفريق الوطني غادي يتعرف على الخصوم ديالو في هذه المنافسة اللي غادي تنضم في الجزائر بمشاركة 12 منتخب اللي غادي نتعرفوا عليها حاليا. ولا بغيتوا نعطيكم حتى المناطق اللي كانت اهلت منها، لانه الاقصائيات جرت حسب المناطق من خلال تنظيم مجموعه من الدورات الخاصه بهاد المناطق، واللي فرزت تاهل 12 منتخب. فعلى المنطقه ديال شمال افريقيا بطبيعه الحال الجزائر هو المنظم، واقصائيات لوناف اللي تنظمت او منافسات كاس لوناف اللي تنظمت في الجزائر فرزت المغرب كبطل بعد ما لعب مع مصر وتونس وليبيا. باقي المنتخبات اللي غادي تشارك، هناك جنوب افريقيا، الكاميرون، نيجيريا، السنغال، بوركينا فاسو، مالي، زامبيا، ثم الكونغو برازافيل، الصومال وجنوب السودان. هذه هي المنتخبات المؤهله لكاس افريقيا 2023، كاس افريقيا اقل من 17 سنه، اللي نتمناو ان الفريق الوطني المغربي حلفوا الحظ وتأهل من خلالها لكأس العالم لهاد الفئة اللي ما شاركناش فيها يعني منذ سنة 2013 بالإمارات. علاقة بالمنتخب دابا كنهضر على منتخب أقل من 17 سنة اللي ربما كنا عارفين أنه كاين، وعارفين أن المدرب ديالو هو سعيد شيبا، تقريبا هذه أزيد من سنة ونصف يعني منذ تعيين فتحي جمال في القطب ديال المنتخبات الصغرى، فاش تم تعيين سعيد شيبا مدرب الأقل من 17، وحنا عارفين أنه هو المدرب، بمعنى كاين هذه الخريطة هذه. ما كاينش التواصل بخصوص التجمعات، بخصوص اللوائح، بخصوص المباريات، هذاك أمر آخر. لكن وحنا كنهضروا على هذا النشاط الجديد وعلى في البرنامج ديالها الإدارة التقنية الوطنية والزيارات اللي غدير العصاب والفلسفة الجديدة اللي بغات تطرح، وحنا كنهضروا على هذه الأشياء، نعود مرة أخرى لمشكل التواصل. مشكل التواصل اللي عندنا واحد المشكل كبير ومشكل خطير جدا، لأنه كاين شي حوايج كدار واللي كخص تسبقها شي خطوات ما كدارش مع كل الاسف. نعطي على سبيل المثال المدير التقني كريس فان بويفيلد جاء تم تقديمه في ندوه صحفيه بحضور فوزي القجع، بطبيعه الحال بعد خطبه طويله عريضه من فوزي القجع تعطات الكلمه للمدير التقني الوطني اللي هضر انذاك يلاه جاي يلاه غيتقدم، ما عندوش معطيات كثيره غيتكلم فيها، غيتكلم فقط على التعيين وغيهضر يعني من باب المجاملات والكلام الجميل ان المغرب وان كره القدم المغربيه وكذا وكذا، هنا ما كاينش شي حاجه اللي عندها علاقه بالبرنامج العام. تعطاه الوقت الكافي انه يجلس ويشوف ويسمع ويدور ويعرف فين غادي يخدم، بمعنى ملي تعطاه الوقت كان من اللازم ان يتم تنظيم لقاء صحفي اخر لتقديم الخطوط العريضة للبرنامج ديال هذا المدير التقني الوطني، البرنامج العام في ليزاكس ديالو كاملين، على مستوى المنتخبات الوطنية، على مستوى تكوين الأطور، على مستوى تكوين اللاعبين، ثم على مستوى الأنشطة اللي غتكون في مركب محمد السادس، وعلى مستوى المراكز الجهوية والعصاب الجهوية. هذا الشيء كامل اللي تعطى للإعلام للصحافة باش نعرفوا وجهة النظر ديال هذا السيد كي دايرها. ولكن الناس سكتوا، الناس ما خرجوش، الناس ما تكلموش، حتى صدر هذاك البلاغ، تزغبهم الله صدروا هذاك البلاغ ديال ستقوم الإدارة الوطنية في إطار الأنشطة ديالها والبرنامج ديالها السنوي بزيارة لعصبة الدار البيضاء، عطاو هذاك لو فيشي اللي فيه ذاك لو طابلو اللي فيه الأطر الوطنية اللي غتحضر فيها، فين عرفنا بأنه راه يوسف حجي مدرب مساعد لمنتخب أقل من 21، وعرفنا بأن خالد كرامة هو مدرب فئة أقل من 18، عاد كنعرفوا بأنه راه تم تشكيل منتخب أقل من 21 وتم تشكيل منتخب أقل من 18. الجديد هذا اليوم على موقع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اسمحوا لي طولت عليكم ولكن أنا جايكم الجديد، كاين واحد البلاغ فيه بالحرف: نظمت الإدارة التقنية الوطنية خلال هذا الأسبوع بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة 4 تجمعات إعدادية لمنتخبات الفئات السنية التالية. أمرا ماشي قالوا لنا خسروا علينا مثلا وغير كبروا بينا الأسبوع الماضي وقالوا لنا راه سيتم تنظيم الأسبوع المقبل تجمعات لمنتخبات وعطونا اللوائح ونعرفوا الدراري منين جايين والفئة العمرية شحال مواليد كذا، بحال هاد المعطيات بحال هاد المعلومات كنبغيوها باش نعرفوا مجموعة من الأشياء المرتبطة بالمنتخبات. لا، الناس خلاو تسالوا هادشي، عاد عاطينا بلاغ بصيغة الفعل الماضي
نظمت الإدارة التقنية 4 تجمعات إعدادية للمنتخبات لمنتخبات الفئة السنية. أشمل منتخبات يا سادة يا كرام؟ فئة أقل من 13 سنة، هذيك الناس معنا عليها نهار اللي تعين فتحي جمال مسؤولا على القطب ديال المنتخبات واللي تم إدماجها، داروا أقل من 13 أقل من 15 تحت إشراف عبد الله الإدريسي ونور الدين بوبو. دابا أشنو اللي تبدل؟ أشنو اللي تغير؟ لو علم ما عليناش، قال لك الفئات السنية أقل من 13 سنة و14 سنة، بمعنى دارت فئة لأقل من 14 سنة، إمتى وكيف وعلاش ومع من؟ الله أعلم. وفئة أقل من 15 سنة وفئة أقل من 16 سنة. فئة أقل من 15 سنة كينا، ولكن ما عرفناهاش فين كينا، ما عرفناش تجمعاتها، ما عرفناش أنشطة ديالها. وفئة أقل من 16 سنة إمتى دارت؟ حتى هي بحالها بحال أقل من 18، بحال أقل من 21. تدخل هذه التجمعات الإعدادية، طبعا هذه ديك الجملة الشهيرة اللي ديما كتكتب، التجمعات الإعدادية التي أشرفت على الإدارة التقنية في إطار البرنامج الجديد لإعداد جميع المنتخبات الوطنية على المدى البعيد والمتوسط. إذا إلا كان برنامج جديد، أليس بالأحرى أنكم في الأول تخرجوا وتعطونا الخطوط العريضة ديال هذا البرنامج الجديد؟ أش فيها إلا كنتوا غتقولوا لنا أنه إن شاء الله راه في إطار السياسة الجديدة ديال المدير التقني الجديد سيتم خلق فئات جديدة تحت إشراف الأطقم التقنية التالية، ويراد منها أنها تدير وأنها تفعل وأنها تترك؟ أش كنتوا غتخسروا؟ في إطار البرنامج الجديد لإعداد جيد لجميع المنتخبات الوطنية، قال لك وتهدف الإدارة التقنية الوطنية من خلال برمجة هذه التجمعات الإعدادية توحيد طريقة العمل والتنسيق بين جميع المشرفين على هذه المنتخبات. التنسيق بين جميع المشرفين على هذه المنتخبات. إوا عرفونا بهم، كبروا بنا وعرفونا بهاد المشرفين شكون هما، قولوا لنا من هو المشرف على منتخب أقل من 13، وقولوا لنا من هو المشرف على منتخب أقل من 14، وقولوا لنا من هو المشرف على فئة أقل من 15، ومن هو المشرف على فئة أقل من 16. كبروا بنا وقولوا لنا شكون هاد الناس هادو، ولا لا سر من أسرار الدولة؟ معليش. وعرفت الحصص التدريبية برامج نظرية وأخرى ميدانية، كما اختتمت بإجراء مباريات ودية إعدادية. إجراء مباريات ودية كيفاش وفين ومع من؟ سر من أسرار الدولة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. خويا جمال، مستمعينا الكرام، سنتوقف لأداء صلاة الجمعة، تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب. جمعة مباركة، نتلقى إن شاء الله بداية من الساعة 2 إلى اللقاء. أنتم دائما في الاستماع على برنامج البطولة على شاد اف ام، نجدد التحية والترحاب بكم مستمعينا وكل المتتبعين على قناة شاد اف ام في اليوتيوب، تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. جمعة مباركة مرة أخرى، نتلقاو في الجزء الثاني من برنامج البطولة لهذا اليوم يوم الجمعة 27 يناير 2023. ناخذ معنا مباشرة من الديار الكندية الكابتن فخر الدين، رشحي محلل شاد اف ام. أهلا وسهلا كابتن فخر الدين. تحياتي لك منير والحمزه وجميع صديقين صديقات البرنامج، وجمعه مباركه للجميع. وسيدي صباحكم سعيد وجمعه مباركه تما بعد. سيدي شحال هذه ما بقيت سولتك على داك الشيء ديال الكسكسو، دابا نسولك دابا نسولك على الفطور بعدا هو الاول. عاد قد تدخل عاد تخلي الجمعه فين هي الجمعه؟ باقي مازال باقي واحد باقي واحد 4 7 ولا 3 عاد الجمعة. تحية للدور مع 12 وقسمين. تحياتي لكل الاصدقاء وكل المغاربة. عرفتي شحال من واحد اخويا هنا باقي كيسول، شحال من واحد باقي كيسول. المهم انت اللي تلاقيتي معاه هو هذاك، اللي ما تلاقيتيش معاه غير المسامح. لا داك الشيء اللي كاين والله العظيم، والله العظيم. وحنا اللي قدرنا نشوف اللي شفناه كما قلت لي، حنا الحمد لله شفنا الناس، شفنا بزاف ديال الناس تبارك الله، وكنشكرهم كيف قلت لك دائما. واللي ما شفناش نتمنى ان شاء الله نتلاقاو معاه مره اخرى ان شاء الله، فرصه اخرى ان شاء الله. انا قبل ما ندخل معاك المنافسات البطوله الاحترافيه فخر الدين، قبل الصلاه كنت هضرت في واحد الموضوع، وكنا ديما كنهضروا هنايا ومن نقاط بيني وبينك كنا غنهضروا على شي تطوير ديال الكره والاداره التقنيه وداك الشيء، من النقاط السوداء هي التواصل، ان الناس ما كيتواصلوش وما كيعطيوش الخطوط العريضه. دابا قريت قبيله واحد الخبر داروه في لا فيديراسيون، قال لك راه الاداره التقنيه نظمت تجمعات ديال الفئات الصغرى قل من 13 14 15 16. يعني هذا خبر ديال راه تنظموا تجمعات، حنا يلاه كنعرفوا بلي راه تكريو هاد الفئات. يعني واش ما كانش من الواجب الناس كون يتواصلوا ويقولوا فوالا راه التركيبه الجديده غادي تخلقوا منتخبات جديده؟
ما يمكن انت كتهضر القضيه ديال التواصل اللي هي حصل منذ مده اكثر من مره. ملي كنا كنجلسوا انا تما كيتلعبوا مباريات ما كنعرفوهمش، بزاف ديال المسائل كتوقع ما كتوصلش، ماشي نحنا، توصل للراي العام، حيت ما تبقاش تقول ما كنعرفوهاش، هي خاصها توصل للراي العام، توصل لذاك المواطن المغربي، ذاك الجمهور المغربي اللي هو متتبع شغوف بالرياضه باش كيعرف اش واقع. هي ما فيهاش شي حاجه اللي هي مساله ما كتطلبش شي حاجه كثيره، حيت ما كتسترش على ماشي اخبار ولا ماشي سر اسرار من اللي هي اسرار الدوله. لا ماشي هكاك، ماشي ما بقى كاع نقول الكلمه، ما هي ماشي شي حاجه اللي هي كره قدم، هي رياضه شعبيه، هي رياضه اللي هي مكشوفه اللي كيعرفها الكل. ما كنحتاجش، انا ما عرفت، انا كان هذا هو الرأي ديالي، إذا كان شي رأي آخر ديال الناس المسؤولين تيبقى رأي ديالي. أنا نبقى دائما النهج ديالي اللي غادي بيه والرأي ديالي اللي كنحترمه، واش كان دير وصلتني شي حاجة من طرف الناس اللي هما مسؤولين وعطوني شي حاجة وقريتها وقراوها الناس اللي معايا، مرحبا. أما باش يعني نمشي نبق في الأبواب ونبغي نبحث كيف قلتي أنت من تحت طاولة ونقلب الأشواق، واش كان دير بلاش بلاش، ما كيهمنيش ما كيهمنيش، دي ما مو اني يعني حتى حاجه ما كتوصلني. هذاك الجمهور المغربي هو ما كيوصلو والو، ما كيشوفش مباريات كيف كنقولوا حنا الوديه، ما كيشوف كل شيء متستر. اكواسير انا غادي نمشي نقلب ونبحث ونبدا نقول لا ما عنديش الحق، ما عنديش الحق، مع الأسف. هي هادشي اللي كاين. لا شوف، ما عنديش الحق وما نطولش في هادشي، صافي. كتعرف ديك المثل ديال اللي غطاك بخيط غطيه بحيط، وهي خصها تكون انا هكا، انا هكا كنمشي. او على اين ما بغيتيش تعطيني، شوف على منين اين انت ما بغيتيش تعطيني، انت ما بغيتيش، شوف انت ما بغيتيش تعطيني، صافي بلاش بلاش. بحال انا واحد الفريق صحفي كيهز واحد الميكرو وكيمشي يبغي يستسقي اخبار، لما كيستسقي الاخبار الراي الصحفي العام الجمهور الصحفي راه ما بغاش ليه هو، بغى يبلغ بها، بغى يوصل، بغى يبلغها، بغى يبلغ بها. شوف بغى يبلغ بها واحد العدد من المحبين اييه والعاشقين ديال كرة القدم اللي كاينين في مناطق بعيدة من هذه المنطقة اللي أنا فيها دابا. كاع باش نعطيك واحد المثال، هما الناس متبعين البطولة المغربية كيتفرجوا، في كل واحد كيبغي فرقته، واحد كيقول لك أنا كنبغي الفتح، واحد كيقول الوداد، واحد كيقول الرجاء. تلاقيت مع أعداد ديال اللاعبين، كاين الناس اللي لعبوا في مراكش في كوكاب او موجودين هنا، كاين اللي كانوا جاو يا ما تسطات الى عقلتي واحد الفريق ديال السطات كان جاي هنا. اي فاش بقاو شي لعابه تما شي وحدين. شوف منير، كاين الناس كل واحد اش كيبغي وكل واحد، ولكن هادو لولا يعني البرامج الرياضيه اللي كاينه في المغرب، منها البرنامج ديالنا حنا وجميع البرامج الاصغر ديالنا اللي كيدوزوا في الرياضه في اذاعات، كيتصنتوا هنا وكيتصنتوا هنا، كيتفرجوا في المباريات، كيشدوا الرياضيه، كيشدوا دوزان، كيشدوا المغرب، كيستسقيو اخبار بحال هكا. باش بغيتي انت، هو جالس هنا، واحد جالس في النرويج، واحد في الالمان، واحد هذا، باش بغيتي يعرفوا هاد الفئه الصغرى ملي غتسولوا عليها انت وتقول لي عافاك الراي ديالك في الفئه الصغرى، اش غادي يقول لك؟ ما عنده ما يقول لك، لانه علاش؟ ما كيوصلوش الخبر. وي الخبر ما عندوش، فما بالك انت كتكلمني، انت قريب، انت مازال قريب، انت ما بينكم وبين الرباط ساعات هنا كانا، ولا اللي في قنيطره واللي في هذا، وما عندوش الاخبار. وشحال بينكم وبين شحال بينكم وبين الغابه؟ شوف احنا نتمناو منير، لانه كيف قلت انت يكون هذا التواصل هذا، حيت هي ماشي شي حاجه، هذو وليدات كي بغينا نشوفوهم، بغينا نعرفوهم، بغينا نكتشفوهم، بغينا ما كاين حتى شي مشكل، صافي هادشي اللي كاين. ما كاين مشكل، نتمنوا خير. المهم الجديد اللي كاين دابا واللي خارج في هذه الاخبار هي انه تم خلق فئات جديده. دابا غادي تولي تسمع منتخب وطني قل من 13، قل من 14، قل من 15، قل من 16، غيتزادوا على هاد 17 اللي كاين، ثم خلق ديال قل من 18، كاين اقل من 19، وعاد كاين واحد الفئه بين لي يو 19 وليكيب اولمبيك هي لي يو 21، اقل من 21 سنه.
مزيان زياده ديال عدد الممارسين، ولكن خرجوا الناس يشرحوا الخطوط العارضه لي زوبجيكتيف من هذا الشيء. فين غادي نوصلوا؟ غنبداو في النقطه، غادي نوصلوا لواحد النقطه. في هذه الفئات راه كاين فئات فقط هي اللي غتلعب التصفيات، ولكن الفئات الاخرى شنو البروغرام اللي مدير ليها؟ واش دوريات؟ واش تجمعات؟ ما بزاف الحوايج اللي خصها تعرفوا. وحتى انا ملي نجيب شي حاجه نبغي نسول فيها فخر الدين ونلقاو شي حاجه كيف كتقول العامر اللي نهضروا فيه، وديك الساعه ديك الساعه كتعطي معلومه للناس. واحد الصديق هنا خويا قال لك شحال فيك ديال الكريتيك، راجع راسك شويه، راك كتشوف كل شيء كحل خويا. هذا الشيء اللي قسم الله، حنا غير كنعطيو ملاحظات في سبيل الارتقاء، بغينا هذا الشيء يكون احسن واحسن واحسن بكثير. هو الكريتيك، واستسمع الصديق ديالنا الى الراي ديالو. الكريتيك منير، انك كدير انت دابا شنو هو الكريتيك؟ الكريتيك هو لما شي واحد كيقوم بشي واجب اللي هو مزيان وكتجي انت وما كيعجبكش، ولا كتقول ما ولا هذا. اما 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 هذا الكريتيك دابا اللي هو وقع، ولا هذا النقاش، هو نقاش اللي هو خصو يكون مطروح. هو دابا براسو غدا غادي يبغي يعرف اش واقع اونيفو دي جون. هو راسو غدا هو كيطلب على انه بغى يشوف واحد المباراه ديال الميني فوت ديال الفوتسال اللي كانت كيلموا عليها دائما. اييه اللي اكثر من مره الماتش اميكال، شفنا الماتش ديال اميكال يتلعب في البرازيل. ما كنشوفوش حنا ماتش اميكال كيتلعب هنا. راه خصنا نشوف. راه هذا ماشي هو الكريتيك، هذا بالعكس، هذا كيتسمى نقاش وحل. حول دابا هنا كتبحث على الحل، ماشي كتبحث على يعني كيف كنقولوا حنا كتشوف سوداويه الامور كلها سوداء. لا بالعكس، راه كتبحث على الحل. والحل لما كتبحث عليه حنا كنقولوا ليه هو والناس اللي كاين متبعين البرنامج باش يعرفوا واش واقع اونيفو دي جون. هادشي اللي كاين، هادشي اللي كاين. ناخذوا فاصل مع حمزه، من بعد غنرجعوا نتكلموا على المباريات اللي تلعبوا البارح واللي اختتمنا بها مرحله الذهاب ديال البطوله الاحترافيه. طبعا مستمعي الكرام، انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شاد اف ام، انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شاد اف ام. تحيه لكل المستمعين وكل الاصدقاء اللي كيتبعوا معنا حلقه اليوم عبر قناه شاد اف ام في اليوتيوب. فخر الدين، ثلاثه ديال المباريات تجروا البارح. في المباراه الاولى فريق الفتح الرباطي كيتشبت بالحق ديالو انه يبقى منافس في المقدمه ديال الترتيب، وكيرجع بنتيجه الفوز من اكادير على حساب حسنيه اكادير بواحد لصفر. كيف شفتي هذه المباراة في خردين؟ هو صراحة تكلمت وقلت بأنه البارح كان يعني الختام ديال الشطر الأول من البطولة. صراحة ثلاثة ديال المباريات اللي كانوا يمكن على حساب داك الشيء اللي شفت أنا، مع كامل الأسف، مع كامل الأسف جدا، لأنه المباراة الأولى ديال الفريق الفتح والحسنية ما عرفتش واحد الريتم اللي هو كبير. قدر فريق الفتح لأنه ينتصر، خطف كيف كنقولوا حنا انتصار خارج الميدان، وكانت معروفه لأنه فريق الفتح مع المغرب التطوالي الهزيمه ديالو راه ماشي كانت يعني كيف كنقولوا حنا، كان فريق اللي هو من الزريدي ولا راه ضغط ووصل للمرمى اكثر من مره ضد المغرب التطوالي، ولكن تطوان كان محظوظ على انه قدر ما يضيعش المحاولات وانتصر. ففريق الفتح مشى بحث على انتصار، غير هو ملي كتشوف المباراة ما كيبانش كيبانو فريق الحسنية تكادير. وهذيك قلت لك انا تكلمت عليها اكثر من مرة، فريق الحسنية يعني تبدل، تغير بواحد الشكل اللي هو قلت لك واحد الكلمة ذاك النهار وقلتي لي بانت لك نعاود نقولها عاوتاني، واش نفس الصورة؟ فريق الحسنية مكتف. شوف مكتف هذه ولا فرانا مان تقدر تقولها؟ لا شوف، إلا كان هاد مكتف اكثر من مره كتكون بعدا بالسبب ديالها هو تغيير ديال الاداره التقنيه. كيجي شي بعدا باش يدير مدرب وكيدير لك الفيزيك وكيبدل لك الريتم ديال الترافاي ديالك، كيف انت ما كتبقاش تعرف، ما كيبقاش عندك ذاك الطراوه كيف كنقولوا حنا، الطراوه ما كتبقاش عندك. اما دابا بالنسبه لي انا فريق حسنيه داز بهذه المرحله ديال التغيير ديال المدرب، فالمشكل اللي هو دابا الان مطروح عند الحسنيه وهو الطريقه ديالو واللاعبين اللي كيتوفر عليهم فينا هما، يعني كيخلق مشكل الفرقي. فريق الحسنيه اللي لعب ما كيعذبوا داخل اكادير قليل. الا جيتي تشوف دابا الماتشات ديال الحسنيه
يعني كتطرح اكثر من علامات استفهام، ماشي غير ماشي غير فكادير حتى في خارج الميدان بجوج. اليوم شوف اليوم 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 فريق حسنية كادير المشكل اللي هو مطروح اكثر مازال شوف خارج الميدان الخضار نقول لك النتيجه ديال الهزيمه او تعادل وارده، ولكن داخل الميدان حسنية كادير غادي يدير شي عمليه حسابيه في هذا الشوط الاول مباراه غتلقاه انهزم اكثر من مره داخل الميدان، وهذا مشكل غيكون عندهم مطروح لانه الا بقى غادي في هذا النهج وفي هذا الطريق وثم الفرق الاخرى حققت نتائج ايجابيه فريق الحسنية غادي يتعذب غادي يتعذب فخر الدين. نعم اسمع معايا شوف هزيمه الحسنيه البارح مع الفتح، قبل منها تعادل مع المغرب الفاسي خارج الميدان، قبل منها تعادل فكادير مع شباب السوالم 1-1، قبل منها هزيمه في الدار البيضاء مع الوداد 1-0، قبل هزيمه في اكادير مع اولمبيك اسفي، قبل منها تعادل فكادير مع الدفاع الجديدي، هزيمه في تطوان مع المغرب التطواني 2-1، اخر انتصار عند الحسنيه كان قبل الفتره ديال التوقف ديال كاس العالم فاش انتصر على شباب المحمديه في هذيك المباراه اللي كنت علقت عليها في الحين ديالها امام شباب المحمديه 2-1، بمعنى واحد المسار اللي دابا راه غادي بالفريق للتحت، يعني ما نقدرش نقول شي حاجه اخرى اكثر من هذا الشيء. غنزيد عليه حاجه اخرى، غادي تقول مسار اللي ما عمرو من صافي لونطو موقع فيه فريق حسنية كادير، هذا هو الغريب في الامر. حسنية كادير مده في البطوله ما حققش نتائج سلبيه بهذه الطريقه هذه، حيث اعتدنا علينا فريق الحسنية لما المشاركه ديالو في كاس افريقيا والظهور ديالو ذاك المشرف والجيد. شوف هذا سؤال عقلتي معايا في البلاطو كنت وجهته للرئيس تيدينو الى عقلتي. اييه فاش كان داز معنا فسميتو قلت ليه شنو هو المشكل ديال الحسنية على انكم كتفرطوا في لاعبين وكتبغوا مازال تبقوا تلعبوا على البطوله وتلعبوا. اييه كان تطرح هذاك السؤال فاش جات عروض لواحد المجموعه اللعابه وكان الحسنيه باين على انه غادي. انا السؤال كنت وجهته للرئيس، يمكن فريق الحسنيه تكادير منير في واحد الوقت من الاوقات كان كيعطي لعابه البطوله الوطنيه ولكن الخلاف كان كيكون جاي كيكون دراري ديك الساعه باقي بحال الا كليتي راس المال. شوف اليوم 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 حاليا دابا في الكره ديالنا راه اللي لقى شي واحد خصو يحافظ عليه بعض الشيء غير بما بعد على الاقل الفرقه وقفات، الى لقيتي ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه ديال اللعابه موقفين الفرقه خصك تحافظ عليهم وتعطيهم هذاك الشيء اللي كيستحقوا وتعاونهم باش على الاقل الفريق يبقى واقف. اما نعطيك واحد المثال فخر الدين، واحد المثال اللي كنت قلته البارح ونعاودوا نقولوا لك اليوم في هذا الشيء ديال لا موفيز جيستيون ديال التركيبه البشريه. كان واحد اللاعب اللي شحال هادي كان صاحبنا عز الدين بوزرعه فاش كان في الرشاد البرنوسي كيقول لك راه واحد الدري تبارك الله تما داك صلاح الدين مصدق هذاك المدافع اللي طويل القامه في الحسنيه وراه جا من الرجاء ومشى للبرنوسي دابا مشى للحسنيه فسخ معاه الحسنيه صدر فيه بلاغ نظرا لاختلافه وعدم اقتناع المدرب به فسخ بحال مثلا قلتي في الصباح في العشيه داتو الفتح. ولكن شوف هذا شكون هو اللي كيجيري؟ شكون هو المكلف؟ شكون هو دابا المدرب هو صاحب القرار حسب البلاغ. لا قال لك نظرا لانه شوف عاتصنطي انا 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 المدرب احنا هما المسؤولين على هذا الفريق وكاينين عيون تقنيه تما اللي حاضره انا كندير استشاره بعدا نشوف هذا اللاعب ديالي واش هو اللي لايق ليا ولا لايق ليا المدرب. ما عرفتش اهلو اكادير اضربي شي عليها غادي واحد الجلسه وغادي نتفقوا على اساس لا انا غادي نجلس مع اللاعب ونجلس مع المدرب حنا مسؤولين ونقولوا له ودي حنا هذا الوقت دابا الراهن دابا اللي كتهضر فيه انت اللي بغيت دير لنا فيه انت لا ديسيبلين ولا مضاربين ولا هذا الله يرحم والديك انت غادي تنازل واحد شويه وهذا اللاعب حتى هو غادي يحاول هو يتنازل ونحافظوا على الايقاع ديال الفريق. احنا الا جا كل واحد غادي يغضب وكل واحد غادي يتقلق وكل واحد غادي يقول له هكا وراه خيك سير فحالك وهذا المسؤوليه راه غادي تمشي الى بعد حل والفريق هو اللي غياكل العصا والتاريخ ديال الفريق غياكل العصا والجمهور ديال الفريق حتى هو كيتعذب
وهذا هو المشكل اللي كيحصل. هادشي اللي كاين. شي كلمة على الفتح الرباطي؟ شوف الفتح ما عندوش ان بروبليم بالنسبه لي انايا، خاصك تعرف واحد القضيه، فريق الفتح دابا كيدير واحد الحاجه مزيانه، تينتصر خارج الميدان، عنده بعض المباريات مشى جاب لهم ثلاثه نقاط خارج الميدان من غير كتعاونوا، بحال كتخلف ليه داك الهزيمه، بحال دابا الهزيمه ضد تطوان من بعد انتصار، وكانه شويه كنقولوا حنا ويكون انتصر مع تطوان وحقق انتصار اخر كانت غتكون لغه اخرى. فلهذا انا كنقول الفرق دابا اللي غادي تنافس على البطوله حتى ولو كانوا ثلاثه ولا اربعه، اللي غادي يقدر يحقق الماكسيموم ديال الانتصارات خارج الميدان هو اللي غادي يقدر يفوز البطوله، حيت ما تكلمش على داخل الميدان. داخل الميدان هذه شي حاجه اللي هي مفروغ منها، اما خارج الميدان هي اللي كتعطيك الصلاحيه انك تبقى متفوق وتكون عندك لا شونس باش تفوز بالبطوله. من بعد شفنا المباراة ديال الشباب المحمدية اللي انهزم فيها أمام نهضة بركان بواحد الصفر، يوسف ودايو الدقيقة 83، احتجاجات على قرارات التحكيم من الناس ديال الشباب المحمدية. بعدا كيف شفتي هذا الماتش هذا والصداع اللي نايض في النواحي ديالو؟ فخر الدين. ألو. تفضل فخر الدين. ألو. شباب محمدية نهضة بركان. فخر الدين، فخر الدين كتسمعني؟ وي كنسمعك أموني. تفضل فخر الدين. لا شباب محمدية ونهضة بركان. ولكن واش هذه المباراة تبعتيها؟ شفتها. إوا أش شفتي فيها؟ داكشي اللي كنشوفو ديما في الماتش. أعطيني وعاونني. شفت جوج فراقي لاعبين، شفت جوج فراقي 22 لاعب كيجوا بالون صافي. يعني ما غاديش ما طلبش مني واحد الوقت قال لك هذه ماشي مباراه فار، قال لك ماشي فاراج. واحد الوقت هو كمعلق الله يحسن العوان، قال لك ودي هذه المباراه الله يحسن العوان، لان قال لك هذه ماشي فاراج، هذا الماتش ماشي فاراج. زعما علاش ماشي فاراج؟ لان شاف واحد الطريقه ديال اللاعب ديال الفريق بجوج وكانهم يعني كيبحثوا على ضربات ترجيحيه ولا كيبحثوا على شي حاجه كاينه ولا شي دومي فينال ولا مباراة اللي ملعوبة. أنا ما فهمت فيها والو. كتجي ديك ضربة جزاء، هنا كنهضرو عاوتاني على هاد القضية ديال ديسيزيون ديال لي زاربيتر. ما مفهومينش أمونيا، ما مفهومينش. حنا كنبغيو نيفيتيو ما نهضروش على سميتو، ولكن شوف من الأحسن ايفيتي، لأن ما غنزيدو ما ننقصو بيني وبينك. لا ما عندنا، شوف انا ما كنهضر، انا باش نقول لك حيت هادشي كثر بزاف. شوف حنا اتفقنا ما نهضروش، ولكن انا نقول لك واحد القضيه، هذا راه مشكل غيكون مطروح. راه دابا مطروح اكد لك غادي يكون مشكل مطروح كبير، حيت هي كمباراه ما عندي ما نقول فيها وما عندي ما نشرح لك فيها. وكانت مباراه ملعوبه فيها ضربات جزاء اللي هي وقفات وعرفت ضربة جزاء وعرفت انتصار ديال فريق بركان. حقا مباراة المستفيد الأكبر فيها هو نهضر بركان، يدى ثلاثة ديال النقيطات وبقى غادي في الطريق ديالو، لأنه دابا عنده تروازيام فيكتوار. بالنسبة للمحمدية بعد الفيكتوار ديالو خارج الميدان كيجي وتينهزم داخل الميدان، وهذا شي حاجة اللي هي أنا بالنسبة لي في البطولة الوطنية معتاد على أنه نقدر نشوفها، ما كاينش هناك واحد كونتينيتي. ثم مباراة اللي ساعة ونص، أنا جو نو بونس با واحد في الجمهور مسكين غادي يجلس أمام الشاشة وغادي يقدر يدير ستة سوايع ولا ثلاثة ولا لا، صعيب الحال. راه عرفتي حيت البارح مثلا إلا جيتي تحسبها فخر الدين، إلا جيتي تحسب البارح إلا تفرجتي في الماتشات بثلاثة، راك قدام التلفازة من الربعة تقريبا حتى العشرة والصرف، حتى العشرة لا ميمكنش. بمعنى إلا كانت وسط منهم هذيك مباراة بحال هكاك، ما شوف ما يمكنش، حيت كنظن انا الا سديتي على شي واحد ودرتي لي هذوك الماتشات من اسميتو خصو من بعد طبيب نفساني، ما يمكنش ما يطيحش في كآبة ولا في خصو كونجي، ما يمكنش ما يمكن لا ما يمكنش منير ما يوليش عنده تريتمون ديال الدواء. هذه سوا سير سيرتان، شوف غتسد على شي واحد وتقول لي غندخل دابا تفرج مع الثلاثه وغادي نجي مع 11 الليل، ما تبغي تخرجوا مع 11 الليل
غادي تلقى ماشي هو تخاكي غوات ولا واقع عليك يعني. ولا ساكت ساكت ومصدوم ما كيهضر ما والو غتبقى تسولو ما غادي يقول لك والو خصو طبيب. نقول لك انا صراحه ما ندوزو الماتش الاخر ياك شوف هو حقيقه من تبغي تهضر على هذا الماتش تهضر عليهم فرقه واحده هذاك لصقوا معاه سير اتحاد توارقة اولمبيك خريبكا صفر ليميت ليه في كل شيء في كل شيء صفر ليميت ليه في كل شيء في كل شيء. ثم كانت هناك ضربه جزاء تاع هي عاوتاني فوان فيها تاهي هضره كثيره ديال فيها. وما دابا انا حيد عليا ضربه جزاء ودابا راه ولاو في غرفه القضيه راه لي كونتاكت في 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 التيران ما بقاوش كاينين اي كونتاكت وعيد لو كاين صفاره. دابا راه ولا واحد البروبليم واعر منير. دابا شوف باش انا نهني راسي ما بقيتش غادي نخلي انا لي ديال ما غيبقاوش ما كاينينش صرف القضيه هذه ما يبقاش لو ديال شي اللي غادي ندفعك انا وداك اللاعب اللي كنشوفو دابا حنا في الانجليز وفرنسا وفي المانيا لا ما تحلمش به بارتو فين ما كنمشيو ما عندناش. دابا غادي كيحيدوا فيه نهائيا كاع. دابا بكثره الخوف ممنوع باقي شي واحد يمس شي واحد صافي هادشي اللي كاين. انا بغينا اليوم انا بغيتك اليوم نجي نهضر معك على مباراه ديال كره القدم. ها انت شوف تعليق فقط غير انا نديرو غير الحصيله الرقميه دابا لو كونتوني ما فيه ما نهضرو فيه. اتحاد توارقة خدا انقطاع اتحاد توارقة امن في الترتيب ديالو ولكن النقطه اللي خدات اولمبيك خريبكا ما نفعها في والو بالنسبه لك ولا نفعها النقطه اللي خدات اولمبيك خريبكا دابا عندها سبعه. لا شوف هذاك اللي كيدي ان بوان على الاقل ان بوان اكستيريور بالنسبه لك انت وانا يمكن ما غنحسوش بها ولكن هما كفريق اللي هو مسكين معذب في مؤخره ديال الترتيب بالنسبه ليهم قطاره وهي مزيانه. انا كنبغي نهضر على الكونتوني بغيت نهضر بغيت نشوف ان بون ماتش في ذاك البرد وفي هذا نشوف سميتو ما نشوفش انايا سقوط لاعبين اشاك فوا صفاره اشاك فوا محاولات ولكن هذا السبب ديالو. انا نقول لك اشنو هو مدير دابا باش ترتاح مع راسك لان انت لا الناس كيسمعوا ليا خصني نعرفوا واحد القضيه هادو ناس ما قادرينش على لو ريتم ديال الماتشات اللياقه البدنيه ديال اللعاب محدوده ما على قد الحال فهمتيني شنو نقول لك. لعابه اللي من خلال المباريات اللي كتشوفهم بحال دابا بالامس وكانها مباريات ديال شديتي ودرتي ديك التقسيمه اللي كنقولوا حنا ديال الخميس والدراري راه والدراري مقصرين وكتقول لهم فيت اتونسيون الدراري تقدر انت فوالا وكتقدر تجلس انت سير لو بون وكتكون كتناقش حوايج اخرى هما راه لاعبين حتى مره كتدخل وكدير شي حاجه. هذا هو لو ريتم ديال المباريات حيت تقدر تعطيني مباراه بغينا نعلق عليها لا صعيب الحال. بالزمني كنولي كنهضر شوف بالزمني كنولي نهضر على حوايج اخرى وبالزمني كنمشي نبقى نناقش حوايج اخرين وكنسى هذيك المباراه لان مباراه ما فيهاش ايوا فخر الدين راه ناخذوا دابا نشوف نقرا غير الترتيب ديال الانديه من بعد 15 دوره وندوز معك مباشره للدوره 16 اللي غتبدا غدا. فالصداره مشتركه بين الجيش الملكي والوداد ولكن الاسبقيه للجيش الملكي هو اللي فاز ببطوله الخريف عنده الاسبقيه بالنسبه للعامه. المركز الثالث عنده 31 نقطه الجيش والوداد. المركز الثالث الفتح الرباطي 29 نقطه. المركز الرابع الرجاء 27 نقطه. المركز الخامس اولمبيك اسفي 24. المركز السادس نهضة بركان 23. المركز السابع تحت ورقة 22. المركز 8 المغرب الفاسي وشباب السوالم وكذلك الدفاع الجديد 21. المركز 11 شباب المحمدية 18. المركز 12 المغرب التطواني 16 نقطة. المركز 13 حسنية تكادير 14 نقطة. المركز 14 المولودية الوجدية 13 نقطة. المركز ما قبل الأخير أولمبيك خريبكا 7 نقاط. والمركز الأخير تحت طنجة بجوج ديال النقاط. كاين فارق الصراع على اللقب فيه الجيش الوداد الفتح الرباطي الرجاء بدرجه اقل الاولمبيك اسفي. كاين فارق ديال الوسط كاين كوكبه ديال الوسط الترتيب فنهضه بركان اتحاد توارقة الماس شباب السوالم نزيد عليهم حتى الدفاع الجديدي ونزيد حتى شباب محمديه. وكاين واحد الفارق اللي واحد ثلاثه اللي جارهم شي شويه جارهم السخونيه ديال جوج المراكز الاخرى اللي هما الثلاثي المغرب التطواني الحسنيه والمولوديه ثم المعدبان في اسفل الترتيب اولمبيك خريبكا اتحاد طنجة. مرحلة الإياب غتكون مرحلة كيف قلتها فخر الدين الخصم اللي داز راه داز في الذهاب عندك معاه ماتش اللي حيدتيه صافي ما باقيش غادي يتعاود. من بين هذه المباريات هذا هو الدورة 16 اللي غادي نبداوها دابا. ف
فغدا كاين الجيش الملكي مع المولودية الوجدية، هذا مباراة عاوتاني حتى هي ديال التناقضات، فريق في كيلعب على اللقب وفريق اخر كيلعب لتفادي النزول. شوف المباراة ديال الجيش كنت كلمت لك بدل ذاك النهار على المباراة ديال الجيش وطنجة، ويمكن ما عرفتش بقيتي كتذكر سكور جبناها البارح قلت لك على انه لذلك هذه الفرق هذا الماتش هذا الا تسجل فيه شي هدف مبكر ولا هذا غادي يكون له سكور كبير، وفعلا لو سكور كان فيه كبير وصل للاربعه وكان يوصل اكثر. فريق الجيش صراحه لما كتوصل لي بيوت وكتسجل بهذه الطريقه وكدير كتجي تشوف على حساب الامكانيه ديال خصوصا اونيفو ديال لاطاك، كاينين اللاعبين اللي كيتحركوا كذلك ذاك النهار، اللاعبين اللي في اي لحظه يقدروا يديروا لا ديفيرونس غادي يواجهوا فريق المولودية الوجدية اللي جاب واحد الانتصار اللي هو مهم ومهم جدا، لانه قدر يحقق انتصار خارج الميدان ومع فريق اللي هو المغرب تطواني، وشفنا المباراة هي كيفاش دازت، فريق المغرب تطواني اللي شجل ضد مرمى وفريق تطوان اللي كان فريق المغرب تطواني اللي النتيجة ديال الهزيمة متفاجئ كان متفاجئ لأنه كان نقرأ واحد التعليق فخر الدين مرحبا نقرأ واحد التعليق ديال هشام الخياطي على الماتش ديال شباب محمدية ونهضة بركان، قال لي ماتش ديال الإحياء حشومة هاد التخلف اللي عندنا في البطولة في كل شيء، أنا ما بغيتش كاع نوصلوا لهذا المستوى نسميوه ماتش ديال الإحياء، ولكن اللاعبين راه نتوما اللي كتخليونا اننا نديروا قراءه الماتش بحال هكا، هادشي اللي كاينه في خردي. لا ماشي شوف انا ك يعني واحد الراي ديالي كتكنيسيان ما نبغيش نتكلم بهذه الطريقه، يمكن الجمهور المغربي غادي يتكلم بها ما تحيدهاش ليه، حيت الجمهور المغربي هو حر اللي كيبغي يتفرج، وهذا كي هذه عاده كيتكلموا عليها، تقدر تسول اي واحد من الجماهير المغربيه عنده لغتو ديال الكره يتكلم بها، غير انا كاحتراما كواحد اللاعب اللي دوزت الكره شويه ودرت هذا ما نبغيش نقول شي كلام يكون قاسي في حق اسميتو، غير هو ولكن راه واحد الوقت فخر الدين راه غيتفرض عليك انك كتقرب لهذا الراي ديال كتقول راه فعلا ما كاين شيء. انا شوف انا راني معاه انا شوف هو بالعكس هو انا راني ماشي ما متفقش معاه، بالعكس هو حر ويقول عنده الحق لانه هو جمهور، انا كنقول لك انا كيبقى فيا الحال علاش؟ لان كنبغي نجلس نشوف المنتوج، انا كنشوف المنتوج ديال الفرق الاخرين ولا نشوف بطولات اخرى، بغيت نشوف انا شويه واحد مباريات تكون زوينه، ناهيك على الكلام اللي كان كيتسمع اخبارك راه المباراه اللي كان منقول في هذه المباراه راه هو الكلام اي سمعنا شوف راه اللي كان منقول في هذه المباراه ابار تصور معايا التيره ما كان فيه والو وكتسمع الهضره، كتسمع الهضره كتدخل عندك حتى للدار، الهضره كلها كانت كتسمع الاحتجاجات كاع داكشي اللي كان على التحكيم على الامور اللي كتكون كيقول لك الناس باغيين يخبيوها وباغي تستروا عليها كتسمع في الراديو يعني كلشي كان كيتسمع وما عندنا ما نديروا، هذه الحقيقه ديالنا ونتمنوا خير. نرجعوا يمكنتي كان المباراه ديال وجده وديال الجيش مباراه ما تكونش يعني كيف كنقولوا حنا سهله الكلا الفريقين وفريق الجيش الملكي منير يمكن خذا صفعة لما نهزم مع فريق الفتح وخذا صفعة أخرى لما نهزم مع فريق الرجاء، ما تنظنش ما غاديش يكون موجد لهذه المباراة ديال وجدة وعارف المسؤولية اللي عليه وعارف أنه المباراة كيف قلت أنت واللي عارفين الناس كاملين هو أنه دخلتي في الشطر الثاني من المباراة ما بقاتش هناك مباراة معادة، المباراة اللي غتلعبها يا إما غادي ثلاثة نقيطات وتخليك تخول لك تبقى تنافس على البطولة، ولا لما كتضيع دوك ثلاثة نقيطات كتشوف الفرق الآخرين اللي غادي ينتصروا، حيت دابا غادي نولي ننتصر وكننتظر والفرق الآخرين تاهما جايين كيبحثوا، يعني أنا بان لي وقيلة هذه المرة هذه يا منير مازال فريقات آخرين غادي يخلطوا على 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 الوداد وعلى الجيش وعلى الفاتح ولا هذا، تقدر تكون لانه كاين بعض الفروق اللي كتحقق انتصارات ما كنظنش ولكن
ما كنظنش عرفتي علاش غير السبب بسيط باقي هاد الثلاثه تابعهم داك الكالندري ديال المنافسات الافريقيه فيهم اللي غيستافد من داك الريتم ديال جوج ماتشات في السيمانه وفيهم اللي ما غيستافدش من ماتش في السيمانه انت دابا كتقول لك غادي الوقت اللي غيدخلوا الفرق اللي هما مشاركين في افريقيا غادي تتاح الفرصه بحال دابا الفتح ونقولوها بحال دابا تقول فريق الفتح يكون مرتاح يقدر يحقق شوف 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 هنا هذا الحكم مسبقا انا باقي. جو بونس بالنسبه ليا ما نقولوش حيت هي سيفدو حدين يقدروا هاد الفرق هادو مع الريتم ديالهم ديال الافريقيه والسفاريه ديالهم كيزيدوا يخطروا كيف كنقولوا حنا في الكره ويقدروا يلعبوا معك واحد الماتش ديال ساعه ونص ويدوزوا غير بالوقفه ديالهم وداك الشيء اللي عطاهم الله ديال الكره هذا هو الفرق اللي غادي يكون نمشي معك للماتش الاخر مرحبا نمشيو للماتش الاخر غير قبل من المغرب تطواني مغرب فاسي تعليق ديال صديقنا ايوب بوسته قال لي هذا العام تقدر تكون اول مره فريق مثلا الوداد غياخذ البطوله المره الثالثه على التوالي نبغي نقول لك هذا العام القضيه شي شويه يمكن السنتين الماضيتين الوداد كان يمكن بنسبه اقل الرجاء كان هو المنافس هو اللي كان معاه في الصف الثاني درجه اخرى اقل هو الافار هذا العام القضيه شويه مزاحمه ومزيره هذا العام كاين متنافسين مزيرة. والدليل دابا راه باقي الزحام في مقدمه الترتيب وحنا هادشي اللي بغينا ان البطولات تمشي مكسيريه بحال هكا المغرب تطواني المغرب فاسي المغربين جوج المغربين الجارحين كل واحد وجرحه وي وفريق المغرب فاسي يمكن الهزيمه ديالو ضد فريق الوداد ما غاديش نقول انا وارده وانما اظن انه في مركب محمد الخامس وتواجه فريق الوداد اللي هو عنده طموح وباغي يوصل يبقى دائما متشبت بالمرتبة الاولى خلى على انه الضغط انا شفت المباراه فريق الوداد كان يقدر ينتصر باكثر من هدف على حسب المحاولات اللي جاوه ولكن فريق المغرب الفاسي داخل الميدان ديالو شكل ثاني الى قدر يقدم مباراه ماشي بحال دوك المباريات اللي قدم مؤخرا منير ماشي بحال المباراه ديال الحسنيه حيت بعض المباريات اللي لعبهم وخصوصا ضد فريق شباب محمديه بعض المباريات ما كانوش في نفس المستوى اللي عقلتي اللي جا فيهم شكيليط وهذه كنا تكلمنا عليها انا وياك والناس اللي معنا لما كان تغير الاطار التقني مشى التونسي وجا شكيليط شفنا فريق المغرب الفاسي واحد الوجه صراحه اللي كان واحد الريتم وواحد الحيويه وهذا واش داك الشيء انتهى اللعابه اللي مشاو واش داك لا جو سي اللعابه يمشيو ولا يبقاو انا كنقول حتى الريتم ديال سميتو اللعابه مشاو ولا الريتم ديال فريق المغرب الفاسي ماشي هو داك الريتم اللي كنا كنشاهدو انا اليوم فريق المغرب الفاسي ملي كتشوفو كتلقى شويه الوصول ديالو الى المرمى الخصم تيكون شويه معذب البناء العمليات عده اشياء ما بقاتش غادي في الاتجاه الصحيح يمكن شكيليط اليوم يلاه كيبحث على واحد الفريق اللي هو غادي يستقر عليه بلي شونجمون ديالو بلعابه اللي عندهم شويه ديال الاكسبيريونس واخا هما ما بقاوش بزاف باش يبقى دائما ما نقولش انا شكيليط والمغرب الفاسي غادي ينافسوا على البطوله اكثر من نقول انه يقدر يقرب شويه على الاقل في الاول كتبحث على واحد المنطقه امنه اللي كتخول لك على انك تبقى تلعب في القسم الوطني الاول ثم لما كتزيد تقرب ديك المنطقه الامنه ملي كتقرب كتولي تبحث على الاماكن الاولى فريق المغرب التطواني ما بين ما تعرفش هو كاين عازم هو كاين تعصر هو ما كاينش داك كيف كنقولوا حنا الاستقرار في النتائج وهذا الاستقرار هو صراحه سؤال موضوع جميع الانديه المغربيه سؤال اللي كيبقى دائما مطروح ما عندناش فحال دابا تجي وتقدر تقول هذه الفرقه يمكن على الورق كتقدر ترشح ولكن في ارضيه ديال الملعب ياما تفاجئنا بالنتائج ففريق المغرب التطواني ما غاديش يمشي للفاس على اساس لا المغرب التطواني هو اللي غيستقبل
حتى انا قلت لك المغرب التطواني حقه تولي غادي يستقبل، ما كنظنش انا المغرب التطواني غادي يستقبل المغرب الفاسي وغادي يكون غير هو مباراه. المغرب الفاسي راه المغرب الفاسي راه لعبوا مع الوداد بقاو في كازا، راه باقيين في كازا حيت غيمشيو للعربي الزاولي غادي يستقبلهم. شوف دابا المشكله هو الملعب ما كاينش ديال بالنسبه للتطوان، غادي يكون حتى هو عنده تاثير لان هذاك الملعب ديال تطوان تعاون اللاعبين ديال فريق المغرب التطواني نظرا للمساحه ديالو وتواجد الجمهور اللي تيكون كيعطي واحد الدفء والتشجيعات. وهذا انا بان لي الماتش داك النهار مع وجده في العربي الزاولي تالمو ما كاينش يعني فارغ بدون جمهور، كتحس براسك بدون جمهور، كتحس براسك منير اكثر من مره بدون جمهور كيكون عندك مشكل وكيكون عند الفريق اللي هو مستقبل واللي كيكون معذب. نمشيو ناخذوا فاصل مع حمزه ثم نعود لمواصله الحديث. هذه المره غادي غنمشيو شويه بالزربه وانا غادي ندير واحد توزيع المباريات. غنبدا بالمباريات اللي عندها علاقه بالصراع على اللقب في البطوله بمعنى اولمبيك اسفي الرجاء الوداد الفتح الرباطي، ومن بعد غنهبط لباقي المباريات ديال وسط الترتيب ثم ديال اسفل الترتيب. انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شادا اف ام. الكابتن فخر الدين غنمشي معاك المباريات اللي فيها الصراع على اللقب بعد ما هضرنا على الجيش الملكي المولوديه الوجديه. كاين لقاء اللي غدا غيطلع في 6 و4 اولمبيك اسفي يستضيف الرجاء. وهذه مباراه عاوتاني في شكل اخر، دائما ملي كنبغيو نتكلموا على فحال هذا الشكل ديال المباريات نرجعوا شويه للوراء ونبغوا نشوفوا دوك الماتشات كيفاش كيدوزوا ما بين فريق الرجاء وفريق اولمبيك اسفي. اكثر من مره يعني المباريات اللي كتكون صعيبه وصعيبه بزاف. فريق اولمبيك اسفي صراحه رغم انه كيف كنقول انا ما استفدش من اللقاء الاخير ديال ضد الشباب الرياضي السالمي، ولكن مع العلم سمعت التدخل ديالي قبل قلت لك الشباب الرياضي السالمي كيقدم مباريات مزيانه. الاولى يمكن انا الطرد ديال داك الرياح اللي هو عنصر مهم عند فريق الشباب الرياضي السالمي وخلى الفريق اللي هو ناقص 10. يمكن كان الشباب الرياضي السالمي يقدر يخلق مشكل لاسفي لانه اسفي ما استفدش من المباراه ديالو داخل الميدان. غادي تواجه واحد الخصم اللي هو كينافس على 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 الصعود كيف كنقولوا حنا وكيتسلق المراتب باغي يوصل السبوره المراتب الاولى مع الجيش ومع فريق الوداد ومع فريق الفتح. غادي ما تنظنش انا هذه المباراه مولين يكون فيها تقدر ما توصلش ما تكونش فيها تعادل، يعني وحده فيهم غتربح وحده فيهم غادي تقدر تحقق سميتو. ما نبغيش ديك الكلمه على انه شكون هذا ولا شكون هذا، ولكن الاحساس ديالي فهاد المباراة ما تنظرش مونير تخرج بتعادل لأن الفراقين بجوج يقدروا في أي لحظة جوج فراقين اللي عندهم كل واحد عنده الطموح ديالو في شكل. إلا تكلمنا على فريق الرجاء الطموح ديالو شكل، الطموح ديالو هو الوصول كيف كنقول لك أنايا وتسلق المراتب باش يوصل لديك المقدمة والضغط ديال الجماهير ديالو اللي هي فارضة عليه هاد الرتاب بالزمن وكتخلي لا المدرب ولا اللاعبين ولا المسيرين تيبحثوا باي وسيله لانهم يكونوا في القمه. ندوز للفريق الاخر اولمبيك اسفي اللي غيقلب على ثلاثه النقاط باش يطلع المركز الرابع حتى هو غيدير 27. الشغل الشاغل ديال فريق اولمبيك اسفي بالنسبه لي انايا ما عندوش الضغط بحال فريق الرجاء. اسفي الطموح ديال الجمهور ديالو هو تحقيق نتيجه ايجابيه والحصول على واحد المرتبه اللي هي مشرفه، انا متفق معاه، ولكن كل واحد والطموح ديالو على حيده. هذا هو اللي يخلي المباراه تكون مزيانه ونقدر نقول الطريقه اللي كيلعب بها اسفي طريقه مفتوحه. الى فرقين بجوج خرجوا ما كانش هناك يعني كيف كنقولوا حنا اسفي ما اعتمدش على الدفاع. شوف اسفي انا على حسب مباراه شتو ما كيتحفظش يخرج، شفتو خارج الميدان هاد السنه هادي في البدايه ديال البطوله اكثر من مره دار مباريات مزيانين الاكستيريور. فلماذا انا كنقول بانه فريق اسفي عندهم يعني كيف كنقولوا الامكانيات اللي كي دو طون زون طون كيف كنقولوا حنا تيضرب واحد المستوى اللي هو جيد. حنا اللي كنتمناو حنا كمتفرجين هو يعطونا ماتش مزيان ولا هذا نشوفوا ان بون ماتش نشوفوا دي بيوت ونشوفوا هذا واللي كيستحق ينتصر
نبقاو في نبقاو في المراتب الاولى في خردين ونمشي للوداد والفتح. هذه لقاء قمه ديال مقدمه الترتيب، فريق اللي كيحتل المركز الثاني مع الفريق اللي كيحتل المركز الثالث. غير مؤخرا شفنا ان هذه المباراه هذه ما كتعرفش اهداف كثيره الى راحتي معايا انايا، وكيقدر اي فريق تيقدر كيف كنقولوا حنا يسرق الانتصار من الفريق الاخر. الفريقين بجوج الى جيتي تشوف على لو كوتي ديال التكنيك بالنسبه لنا لحد الساعه باقي الوداد كيبحث على الذات ديالو، باقي المدرب ولا حتى القضيه مازال الجمهور كيوضع واحد السؤال، هذه القضيه ديال تدوير اللاعبين. الجمهور ولا متخوف من اشاك فوا كيشوف واحد 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 ليكيب كي، وهذه طرحه علامه استفهام بالنسبه للبيبليك ديال الوداد. كيقول لك يعني كيف كنقولوا حنا هاد القضيه ديال المداومه ولا ديال التدوير المداوره كتكون بعض المرات ما بيجي في صالح الفريق، ولكن المدرب ذاك النهار اللي سمعته نهار سالا مع فريق شباب محمديه مع تانا في المحمديه مع السوالم، قال بانه كثره المباريات كتفرض عليه على انه يدير تطوير ما بين اللاعبين في اطار الوقت اللي غادي يوصل ذاك لو ريتم اللي بغاه. حيت كنقول لك انا التدريب فهي كثيره وكثيره جدا، كيقلب حتى على الفيزيك. الوقت اللي غادي يلقى الفريق وغيستقر على واحد المجموعه ديال 11 كنظن ما غتغيرش، حيت شفنا مع وليد الركراكي السنه الماضيه فريق الوداد كانت معروفه التشكيله ديالو تقريبا بالتغييرات اللي كان كيدير وليد اللي ما كانتش كثيره. اليوم فريق غادي تشوف تلقى الفرق كبير هذه السنه هذه، تلقى لاعبين اللي دخلوا يمكن ولينا كنشوفوا مترجي كنشوفوا دابا الحيمود كتشوف واحد فهمتي واحد عدد كبير من اللاعبين اللي ما كانوش عندهم المكانه ديالهم ما كانوش كيدخلوا كيشاركوا. ثم غادي نتكلم على فريق الفتح. فريق الفتح صراحه بعد الانتصار ديالو كنقولوا حنا الاخير طريقه ديال اللعب ديال فريق الفتح اللي ولات معروفه ومعروفه عند جميع الفرق الانديه المغربيه كيلعب واحد الهدوء، ما عندوش كيف كنقولوا حنا داك الضغط اللي غادي يكون عند فريق الوداد، وهذه شي حاجه اللي هي عاديه. ثم الطريقه اللي كيشتغل بها فريق جمال السلامي هي طريقه اللي هي تقريبا منذ مده اينما حل وارتحل يعني كيف كنقولوا حنا جمال عنده هذيك الطريقه ديال اللعب ديالو اللي هو كنقول لك انا ما كيقدرش يغامر بزاف، ولكن كيقدر في اي لحظه يقدر يوصل للمرمى ديال الخصم. ما ننساوش انه فريق الوداد متابع تفكيريا وديني كاس العالم الانديه حاط واحد الرجل في على البطوله وتيخمم فيها، وعنده واحد الرجل اخرى في كاس العالم ديال الانديه، وعنده رجل اخرى اللي خصو يخمم فيها هي تشامبيونز ليغ اللي قريبا غادي تبدا. شوف كاين خردين الا سمحتي لي وانا نمشيو بسرعه، باقا واحد 5 دقائق وكاين شي مباريات. انا غادي نجمع لك واحد جوج ديال المباريات ديال اللي عندهم علاقه باسفل الترتيب خاصه المركز 15 و16. وحده فيها شباب السوالم مع اتحاد طنجه، شباب السوالم غيستقبل اتحاد طنجه، ثم شباب المحمديه غيستقبل اولمبيك خريبكا. من غرائب الصدف ان 15 و16 بجوجهم هاد السيمانه غيلعبوا في ملعب البشير. اشوف نبدا بطنجة والسوالم. الفريق ديال اتحاد طنجة عنده ماتش صعيب مع شباب الرياضي السالمي. واش من ماتش غيكون سهل عند اتحاد طنجة في هادشي اللي بقى؟ كلشي صعيب. لا دابا هو هي، ولكن لا انا نقدر نقول لك انا مع شباب الرياضي السالمي واحد الفريق عنيد اللي كيف كنقول لك انا ما عنده ما يخسر، تيقدم مباريات ترونكيل، عنده لعابه ديالو ترونكيل، ما عندوش مشكل. امتى غادي ينتصر فريق اتحاد طنجة؟ هذا هو السؤال اللي حنا كنقولوه. واش هلال الطير مارس نقول لك اختيار ما عندك ما دير، انت كمدير داكشي اللي لقيتي الجروب اللي لقيتي راه غتقضي به. انت 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 المهنه ديالك مدرب، اتصل بك واحد الفريق جاتك لوبورتونيتي بغيتي تخدم، هو غادي يمشي يخدم ولكن غيتعذب. حنا قلنا اي مدرب، انا كنت سمعت بن هاشم حتى هو كان غادي يكون تمايا. اي انا كنقول اي مدرب فهاد دابا مع اتحاد طنجه كان غادي يقدر
يجي وغادي يتعذب، لانه المشكل عندك دابا واش كاينين اللاعبين واش كاين، راه ما كتفهمش ما كتفهمش. انا باش ندوزو دغيا مباراه ما تكون سهله بالنسبه لاتحاد طنجة، شباب فريق شباب السلمي شباب السوالم كان ضرب انه قادر مونيري يجيب ثلاثه نقاط، ولكن مع العلم حنا كنقولوا على حساب الريتم اللي كنشوفوا به الفرقي، ولكن ما كتقدرش تعرف مونير ساعه ونص ديال غدا ولا ديال نهار السبت ولا الاحد ولا هذا شنو غتعطيك السبت ولا الاحد فحال بالنسبه لاولمبيك خريبكا. بالنسبه لاولمبيك خريبكا اللي في اللي في لقاء مع شباب المحمديه في المحمديه هذا غادي نسميه انا باراج، حيت الى شفنا دابا المحمديه كيفاش لعبت مع بركان، وشفنا خريبكا كيفاش لعبت مع تورقة، واش نتسناو نفس لو ريتم مونير؟ ما عندك ما تسنى الا هو، لا هادشي اللي عطى الله. واش غادي دابا شوف دابا غيولي دابا الخوف دابا والتحفظ غادي يولي كثار غيتزاد في خبارك ولا ما خبارك. دابا سوا سيريزر بانه لي زوتر ماتش اللي غادي تشوف من بعد في مباريات ديال البطوله تقدر تبدا تشوف مباريات ديال البراج وراها مبداو، يعني تعطي الميكرو لشي مدرب يقول لك اودي انا كنبحث على النتيجه، انا ما بقاش عندي الحق نقلب نهزم، ما بقاش عندي الحق ندير هادي، وهذا هو اللي غادي يخليك تقدر تشوف مستوى متفاوت شويه الفرق كاين ما بين هذا الماتش وهذا الماتش، وغادي تبدا تضح لك. ما هادشي اللي نقدر نقول لك، هادو جوج ماتشات عطيتهم ليا صراحه حتى التحليل ديالهم غادي يكون صعيب على اي واحد. هادو بحال دابا كتقول تجوج ديال الحويجات تحطيتيهم ما تقدرش تناقش فيهم. غنزيدك معاهم واحد الماتش ديال واحد الفريق اللي حتى هو عنده علاقه بهذيك الكوكبه اللي باغا تفلت باغا تهرب لانه غادي وجاي هابط، هو حسنيه اكادير اللي هضرنا عليه قبيله وما خلينا ما قلنا عليه، عنده هذه السيمانه ماتش مع نهضه بركان. ايوا فكادير. لا شوف، من حسن الحظ لانه جاته مباراه داخل اكادير. واش من حسن ولا سوء؟ انا بالعكس انا تنقول ما كنقول نبغي نقول الحسن من واحد الناحيه شويه على الاول ذاك الدفع ديال داخل الميدان كتحس به، اما كاين لا دفع لا والو، الدنيا خاويه فخر الدين والجمهور راه طالع ليه الدم ما كيحضرش كاع ولا ملعب اكادير صالح الفريق الزائر داخل. انا كنقول لك انا غنمشي معك بواحد الطريقه اخرى، ما كندويش على الدفع هو الحضور الجماهيري، هو ذوك اللاعبين كيحسوا براسهم داخل الميدان ديالهم، هذه واحده اللي بغيت نقول لك انا. ثم ما كاينش هناك سفر، حيث انا كنظن الهزيمه ديال الاخيره ثم السفر الى مدينه بركان هذه كانت غادي تخليك تعطي مشكل كثار عاوتاني الحسنيه. ففريق حسنيه تكادير مطالب دابا مطالب جدا بنتيجه ايجابيه وهو انتصار، ولكن غيواجه واحد الفريق اللي هو فريق نهضه بركانيه اللي غادي دابا اليوم ابري لو تروازيام ماتش ديال البارح الشغل الشاغل ديالو هو يمشي لاكادير ويبحث على واحد ثلاثه نقاطات فخر الدين ما كيعاونش الحسني. نعم منير دخلات مريم وجيه، اذا خصنا نغادروا هذا الاستوديو. استاذ فخر الدين راه ديك البارح هضرت معاك لقاك مشيتي، راه قلت لك انت فخر المغرب هناك، ولكن اخويا فخر راه كاين واحد البرد هنا عاجي. لا البرد جبتي علينا غادي يجيبوا معاك. بارك علينا جي. وبقات مباراه وحده وخليتها هي الاخرى لانه ديال وسط ترتيب اتحاد توارقة مع الدفاع الجليدي، يمكن غادي نهضروا عليها بعد ما تجرى ان شاء الله يوم الاحد. تحيه لك فخر الدين، نتلاقوا ان شاء الله في فرصه اخرى مقبله. مستمعينا الكرام، نهايه حلقه اليوم، نهايه اسبوع موفقه، فرجه ممتعه مع المباريات اللي غادي تلعب هذا الاسبوع الساعه الثالثه ودقيقه باستوديوهات شادا اف ام. الى اللقاء.